ليست المرة الأولى التي تكون حاضر فيها مع أصدقائي في فرقة المركب الفلسطيني، حضرت معهم يعني حفلات عدة في طنجة، في رباط، في الدار البيضاء. اليوم جاء المركب الفلسطيني ليحط رحال في مدينة سطات. أبهرني الحضور الجماهيري بشكل كبير جدا صراحة، أمهات، حاجات في يعني كبار في السن، شيب شباب، أطفال، الكل يتفاعل، نساء ورجال يتفاعلون مع الأوبريت الملحمي مقهى الشعب. شكر الجزيل لكل المسؤولين عن الحقل الثقافي وأيضا السلطات التي سهلت هذا العرض المسرحي. تعلمون أن هذه الفرقة غابت عن المسرح لسنتين بسبب جائحة كورونا، واليوم عادت، وحضورهم في سطات يعني يثلج الصدر، لأنه صراحة التفاعل الجماهيري كان أكثر من رائع، وهم انعكس عليهم ذلك على خشبة المسرح فتأثروا بالناس وقدموا منتوج رائع جدا لأوبريت ملحمي يقدم الأغنية الفلسطينية تلك القوة الناعمة كدليل إثبات وبرهان على الحضور الفلسطيني في أرضهم في فلسطين. اليوم كان وصال جديد مع الأرض الفلسطينية انطلاقا من المملكة المغربية، وهو الذي لم ينقطع أبدا على مر التاريخ في الماضي والحاضر ومستمر بإذن الله في المستقبل. شكرا لأصدقائي في فرقة المركب الفلسطيني، فلسطينيين ومغاربة، لأنه مش غير فلسطينيين في الفرقة، كاينين شابات وشبان مغاربة ما شاء الله عليهم يؤدون لوحات الفنية بشكل رائع جدا. شكرا لضيوف الشرف سي هشام الوالي، الملحن والموسيقار السوري الكبير مازن الأيوبي، شكرا لكل من حضر وساند وآزر لكي تخرج هذه الملحمة الفنية بهذا الشكل البهي. كل ابتسامة كل ابتسامة كأنها ابتسامة الأم ديالك.
والحضور ديالي كفنان وكأنني واحد من فريق العمل ديال مسرحية مقهى الشعب، لأنني واكبت هذه المسرحية منذ البداية، منذ 5 سنوات أو 6 سنوات. هما أصدقائي فلسطينيين اللي تعرفت عليهم منذ قدومهم إلى المغرب، ودابا المدة ديال الصداقة ديالنا واحد 8 ولا 9 سنوات، لأنهم بعيدين على الأهل ديالهم، على الأراضي ديالهم، على الأمهات ديالهم. كنحاول ما أمكن ما غشير أنا بعد الفنانين اللي كنجيو نساندهم منهم، نوفل العوالمة اللي دائما حنا كنمشيو العروض مي كتكون مدن أخرى كوجدة وطنجة ومدينة الرباط والآن هنا سطات وكذلك الدار البيضاء. كنحس براسي أنني واحد من 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 الشخصيات، واحد من الممثلين. وكيف ما لاحظتي لما نودي علي أنا أصعد إلى خشبة المسرح فكنت سعيد جدا، وأديت ذاك الدور اللي تطلب مني كأنه كان مكتوب، مع أن ذاك الشيء ما كانش مكتوب، كان ذاك الشيء تلقائي. اللي مهم فالتلقائية أنها خرجت من القلب، ونتمناها أنها تكون وصلت القلب ديال الجمهور السطاتي الجميل. مشاريب الكهف كلها على حساب محمد صبري. يعني بصراحة لولا وجوده لما كان هذا العمل بهذه الروعة ولا بهذه الجمالية، الرائع المتألق صاحب الإنيرجي والطاقة العالية الرائعة، القهوجي الفنان المبدع أنس أبو عمرو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.